احنا الان نقف اسفل المسجد الاقصى. عمق الحفريات 5 متر اسفل الجدار الغربي للمسجد الاقصى، وتقريبا 2 متر اسفل الاساسات نفسها. يا خليوت شيم خفريم شما يجيو لزت من هراء على عتيكا يكنسو متاخات ويجيو متاخات للأقصى. المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين والقدس القديمة تتعرض اليوم إلى أخطر حفريات يحفرها الاحتلال الإسرائيلي أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك. سندخل الآن نحن أخطر هذه الأنفاق التي حفرها في الأشهر والسنوات الأخيرة ما بين وادي حلوة وأسفل المسجد الأقصى ومنطقة المغاربة. للتو دخلنا إلى نفق وادي حلوة أسفل البلدة باتجاه المسجد الأقصى المبارك شمالا من الجنوب إلى الشمال. الآن نحن تحت الشارع الفاصل ما بين وادي حلوة وبين السور للبلدة القديمة. نتقدم إلى الأمام أمطار قليلة، والآن نحن بالضبط تحت أسوار القدس القديمة قريبا من باب المغاربة الخارجي، وهنا تبدأ الحفريات أسفل أساسات السور القديمة. ماشا نحن خشفين شيم رتم ليصور إير تخطيط، إير تخطيط مي سلوان متاخت لرخبة كوتل من هاروت كوتل بعد شهر شخيم يشت معرات تكياو يش معرات دولة شي متاخت لربع مسلمي נקראת מערת צדקיהו, להתחבר אליה ואז ליצור רצף תת-קרקעי יהודי מתחת לכל מתחת לכל המקום הזה, ועל ידי כך להשיג שליטה, להשיג... هناك حفريات كثيرة لا تزال سرية للآن، لا يزال يواصل الاحتلال الإسرائيلي القيام بها حتى الآن. لا أقول ذلك هكذا خيالا، بل أنا عندي القرائن على ذلك كثيرة، وأنا كتبت كثيرا حول هذا الموضوع واستشهدت بأقوال من نفس وسائل الإعلام العبرية التي تعتبر بمثابة مدفعية حرب إعلامية بيد الاحتلال الإسرائيلي. طالما صرحوا بذلك أن هناك حفريات في تلك الزاوية من المسجد الأقصى أو في ذاك الاتجاه من المسجد الأقصى المبارك، طبعا هنا نحن سرنا عشرات الأمتار تقريبا 150 متر ل 170 متر تحت الأرض في نفق مبني من 4-5 مداميك، وهنا كانت انحدارة بسقف مبني بشكل قوسي، وهذا يشير ويدلل على أن هذا النفق هو نفق أموي حسب الطراز الأموي مبني على أسس يبوسية كنعانية. كوريم لزي خفيرات أرخيولوجية، ودام زي لو خفيرات أرخيولوجية زي كلي بيد ممشلة إسرائيل ועמותת אלה לשליטה למימוש של האידיאולוגיה שלה, של המטרות שלה. אחר כך הם הופכים את זה לאתר עתיקות, מביאים אנשים, מספרים להם סיפור, הכל יהודי כמובן. כל המנהרות שאתה רואה זה הכל ממלוקי, איובי, עותמני, אבל זה לא מספרים, מספרים רק על בית שני, בית ראשון, מה שלנו, מה לא שלנו, רק מה ששייך לנו.
וגם זה מקום קדוש, אנשים מתפללים, אנשים מרגישים קרוב לאלוהים, אז הכל ביחד, זה מפחיד, זה מפחיד. نحن الآن طبعاً في المنطقة بالضبط أسفل الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى أسفل الجدار، وهنا تبدأ الحجارة أي حجارة أساسات المسجد الأقصى المبارك العملاقة تتكشف. هذا نفق جديد بدأ فيه قبل سنوات بشكل متأني جداً، تصارع في الأشهر الأخيرة بالضبط هنا الزاوية الجنوبية الغربية، وهذه الحجارة العملاقة كما نرى قعدت على المنطقة الصخرية. هنا العمق، إحنا الآن نقف أسفل المسجد الأقصى، عمق الحفريات 5 متر أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وتقريبا 2 متر أسفل الأساسات نفسها، أي أسفل حجارة الأساسات، بمعنى أننا تقريباً 6 أمتار أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك بالضبط عند الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى. אני רק רוצה להגיד שבשבילי כארכיאולוג זה מאוד מאוד קשה מה שקורה פה, כשלוקחים את המקצוע שלך, את הקרדיט המקצועי שלך, ומגייסים את זה לטובת רעיון פוליטי. לכן כל הארכיאולוגים שעובדים פה הם לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו עושים רק ארכיאולוגיה, הם שותפים מלאים למעשה הפוליטי. أود أن أنبه إلى شيء خطير جدا. الاحتلال يرتكب جرائم على المكشوف، وثانيا يحاول الاحتلال الإسرائيلي بأساليب التدليس والتزييف والإشاعة أن يدعي أنه قد عقد اتفاقا مع الأردن. يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يتغطى بهذا الادعاء أن هناك اتفاق مع الأردن ويواصل تنفيذ جرائمه في المسجد الأقصى المبارك، جريمة الحفريات، جريمة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، جريمة طرد المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى المبارك، جريمة السماح لصعاليقه أن يؤدوا طقوسهم التلمودية في المسجد الأقصى المبارك، جريمة الادعاء أن له السيادة الأمنية في المسجد الأقصى المبارك. كل هذه الجرائم الاحتلال يحاول أن يتغطى زوراً وبهتاناً، يدعي أن هناك اتفاق مع الأردن. لذلك أنا أقولها عبر هذا اللقاء، أقدم اقتراح أظنه هام جداً، أنا أقترح على الحكومة الأردنية تحديداً أن تتعجل بإعلان حرب إعلامية هجومية على الاحتلال الإسرائيلي، تفضح كل كذبه، تفضح كل جرائمه، وتفضح كل وجوده، وتدعو إلى زوال هذا الوجود الاحتلالي فوراً، وإلا الأقصى في خطر، والخطر يزداد يوماً بعد يوم. مشينا 200 متر تقريبا من وادي حلوي، نحن الآن قريبا في وسط الجدار الغربي للمسجد الأقصى من أسفل باب المغاربة، نتقدم إلى الأمام لنلامس أساسات المسجد الأقصى المبارك والحجارة العملاقة أسفل المسجد الأقصى المبارك.
هذه المنطقة المسموح الوصول إليها فقط. هذه الحجارة العملاقة مدماك 2-3-4 هي مدميك أساسات المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية الغربية، وهنا الصخر، منطقة صخرية بعمق تقريبا 3 أمتار اللي تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك، ارتفع عليه هذه المدميك الأربعة، ثم بعد ذلك يأتي الجدار الغربي ثم مسجد النساء من فوق محاذي للساحة الغربية للمسجد الأقصى المبارك. كان بتوخ شيش كخفيرات بوليتيون اخشب امنا عصوت بتات كاركا عف حد لا يدي ما عوسيم شاما هم لو مسبرين لاف احد هم لو مرئين لاف احد هم عوسيم ما شهم روتين لخن زي مود مفخيد اخشب بجلس زي مكوم عتيق يخل ليوت شهم خفرين شاما ويجيوا لزي منهارة تعالى عتيقة يكنسوا متاحت ويجيوا متاحت للأقصى. עכשיו אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, כי הכל במנהרות. הם גם לא פותחים, לא מספרים, הם אומרים, מספרים רק מתי שמתאים להם. מוציאים מידע וכו'. هنا طبعا المنطقة مغلقة عامة لأنه مكتوب الخروج، لكن نحن نصر على أنه نفوت ندخل إلى اليمين لنجد أو لنبحث ماذا يوجد هنا. نتقدم قليلا يأخذنا النفق إلى الغرب، وهنا طبعا سلم ممنوع الدخول. هذا كل مستار، كل بسوديوت، كل بخشيوت، لخن زي مود مفخيد شتا لا يودي ما كوري. ואתה גם לא יודע מה הכוונות שלהם, הם לא אומרים נתחיל פה נגמור שם, הם כל הזמן עובדים ולא אומרים מתי נגמור, מה לעשות, אין גם תוכנית שאתה יכול לבוא ולהסתכל ולהתנגד וכל זה. לכן הפחד לדעתי של כולם ושל גם של המוסלמים במיוחד הוא אמיתי, שבכל רגע נתון הם יוכלו להיכנס מתחת ואיך זה ייגמר אנחנו לא יודעים. ولذلك لاحظ هم الآن يمنعون منعا مطلقا السماح لأي مجموعة محايدة من علماء آثار أن يأخذوا حريتهم بالتنقيب حول حقيقة ما يجري تحت المسجد الأقصى المبارك، لأن الذي يجري الآن تحت المسجد الأقصى المبارك جرائم بكل معنى الكلمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، جريمة ضد المسجد الأقصى المبارك، جريمة ضد الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، جريمة ضد التراث الإنساني، جريمة ضد التاريخ وضد الحضارة، جرائم يرتكبها يوم بعد يوم في موضوع الحفريات، وتتصاعد هذه الجرائم حتى هذه اللحظات. إحنا الآن تحت الأرض، سنخرج من المخرج المؤقت من تحت الأرض إلى فوق الأرض مقابل المسجد الأقصى المبارك عبر هذه الفتحة التي فتحها الاحتلال الإسرائيلي وادعى أنها فتحة وورن التاريخية. الآن إحنا على وجه الأرض بالضبط عند الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك أسفل مقابل المسجد النساء. أنا أقولها بكل ألم ولكن بوضوح، لا يمكن إيقاف حفريات الاحتلال الإسرائيلي إلا بشيء واحد، وهو
العمل على زوال الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى المبارك. أقولها بكل ألم وصراحة، ما دام المسجد الأقصى المبارك يخضع لحراب الاحتلال الإسرائيلي فالأقصى في خطر، والحفريات الاحتلالية الإسرائيلية ستستمر وستتصاعد. والآن انتقلوا من مرحلة الحفريات السرية إلى الحفريات العلنية. أخشى ما أخشى أن ينتقلوا في الأيام القادمة من مجرد الحفريات العلنية إلى إعلان أهدافهم. لماذا يحفرون؟ أخشى أن يعلنوا ذلك في قادمات الأيام القريبة عندما يظنون أن الأجواء قد أصبحت مواتية لهم كي يبدأوا ببناء هيكلهم الخرافي تحديداً على أنقاض قبة الصخرة التي تقع في قلب المسجد الأقصى المبارك. ولكن سلفاً أقول هيهات أن يتحقق لهم ذلك، هم احتلال، هم باطل، هم إلى زوال قريب إن شاء الله تعالى.